مدينة المستقبل تيلوسا، أو كما يسميها المخططون لها المدينة الفاضلة، تتمثل بكونها مشروعاً بقيمة 400 مليار دولار لإنشاء مكان متعدد الأجناس والأديان والتوجهات السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يحكمه مبدأ المساواة بمزيج من الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية. يعيش أفرادها على وفق نظم الاستدامة والحداثة انطلاقاً من الصفر. فما هي تيلوسا؟ وكيف نشأت فكرة بنائها؟ مدينة تيلوسا فكرة أطلقها الملياردير الأمريكي مارك لور، ستتخذ من الصحراء الأمريكية مكاناً لها بمسافة تمتد على طول 150 ألف فدان، وستضم 36 منطقة بواقع 50 ألف وحدة سكنية وناطحات سحاب، حيث تتسع المدينة المزمع إنشاؤها لخمسة ملايين شخص بحلول عام 2030. ووفقاً لرؤية مارك لور، فإن شوارع المدينة ستكون مخصصة للسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، مع تصميم خاص لربط المناطق ببعضها بحيث لا يستغرق الانتقال من منطقة لأخرى سوى 15 دقيقة فقط. بنايات تيلوسا ستكون خضراء صديقة للبيئة، مع وجود ألواح شمسية على أسطحها لإنتاج الطاقة، واعتماد نظم لتخزين المياه العذبة وتنظيفها وإعادة استخدامها، مما يخلق نظاماً مائياً متنوعاً وفعالاً بمقاومة الجفاف ووضع معايير الحد الأدنى من التأثير البيئي، مع استعانة المهندس المعماري الدنماركي بيورك إنجلز المصمم للمدينة بأفكار أكثر فاعلية لتحقيق الاستدامة والتصميم الحضري عند ترجمتها على أرض الواقع، حيث تجمع خططه أفكار الزراعة الحديثة وإنشاء برج للمزارع الهوائية. اسم تيلوسا ينحدر من المصطلح الإغريقي القديم تيلوس، ومعناه الهدف الأعلى، حيث يستهدف الملياردير مارك لور أن يكون كل شيء فيها يعمل بالطاقة الشمسية ووسائل نقل فائقة السرعة. أما شروط التملك فيها، فيكون لكل شخص الحق ببناء منزله أو بيعه بشرط احتفاظ المدينة بملكيات الأرض التي بني عليها المنزل. أما الضرائب المدفوعة فتذهب بهذه الحالة لتطوير بنى المدينة التحتية كالطرقات والأنفاق والجسور، وهو مبدأ ينطوي على الكثير من التعقيد لكنه أثبت نجاحه في بعض الأحيان. ففي سنغافورة تم تطبيق مبدأ الأرض المملوكة من المجتمع على نطاق واسع، حيث تملك الحكومة 90% من أراضي البلاد التي تعيد استثمار عائديتها لمصلحة المواطنين. لم يقتصر التخطيط لمدينة تيلوسا على تصميم شكلها وبنيتها التحتية، بل تم وضع خطط ذهاب أول الساكنين لها بفريق تابع لمارك لور، مكون من 50 متطوعاً وموظفاً يتنوعون بين مهندسين معماريين ومؤرخين وباحثين وعلماء اقتصاد ومبدعين وخبراء مناخ. مشروع المدينة الفاضلة المرتقبة على الرغم من كل مزاياه الاستثنائية، إلا أن المخاوف بشأنه كثيرة، أبرزها تطوير نظام مائي يكفي السكن في الصحراء وطرق تأمين الحماية اللازمة لساكنيها. فهنالك نحو 12 مشروعاً شبيهاً في أنحاء متفرقة من العالم لإنشاء مدن مستقبلية مستدامة، إلا أن تيلوسا تسعى للتفرد بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفرادها. فهل يمكن حقاً ترجمة هذه المبادئ والأفكار على أرض الواقع؟ وهل سنرى تيلوسا ثانية في دول الوطن العربي؟